قد لا تبدو هذه الممرات الضيقة والمظلمة كبيرة، ولكنها تشكل شريان حياة لقطاع غزة الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي عليه. تهرب السلع الحيوية عبر أنفاق تمتد على آلاف الكيلومترات من مصر لتجنب القيود الإسرائيلية الصارمة على البضائع الواردة إلى هذا القطاع الصغير. الأمور صعبة على هذا الجانب من الأنفاق، ولكنها أسوأ بكثير في الجانب الآخر بفعل الأحداث الأخيرة. هي الأنفاق مش معظمها شغالة في الأحداث السادة في مصر، مش معظمها شغالة، يعني 10% منها شغالين. تدميرها بسبب إنه في البضايع بتغلى وتهريبها بأعلى كمان الأجار، وبتزيد التكلفة علينا كتجار إحنا. منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في أواخر حزيران يونيو، قام الجيش الذي يسير دوريات عند هذه الحدود من الحد من الأنفاق بسبب المخاوف من نقل أسلحة إلى عناصر مسلحة في صحراء سيناء. ومنذ حزيران يونيو هدمت مئات الأنفاق، ولم يعد المهربون قادرين تالياً من نقل ما يكفي من البضائع، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها. هذا يعني أن أسعار السلع التي لا يزال بالإمكان تمريرها عبر الأنفاق المتبقية ارتفعت أيضاً، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله أصحاب المحال التجارية. 300% هي، بمعنى أنه كان يدفع على طن البضائع المدخلة عبر الأنفاق $50 للطن، الآن ندفع نحن $300 للطن الواحد. إنها زيادة 500% على السلع الأساسية في غضون أقل من شهر. حتى المعونات التي تصل من الأمم المتحدة والتي يعتمد عليها معظم سكان القطاع تأثرت بفعل الحصار المفروض على الوقود. يعني كثير اعتمدنا في غزة على البضائع اللي جاية من مصر، خاصة الأساسية، السيرج، السكر المصري، الرز المصري، برضو في كماليات الأجبان المصرية، صار في عجز في السوق. لا يزال المهربون يسلكون هذه الممرات الطويلة للاستمرار في إدخال سلع قدر الإمكان، ولكن مع الضغوط الإسرائيلية والمصرية تزداد المهمة صعوبة وتعقيداً.